تعزيزات عسكرية متواصلة للمقاومة المشتركة نحو الحديدة استعدادا لتأمين المدينة بالكامل. القوات الحكومية تطهر عدة مواقع في صعدة ومصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا في باقم. وخسائر فادحة تتكبدها ميليشيات الحوثي الإرهابية في المتون بمحافظة الجوف. حياكم الله. تتواصل تعزيزات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي لتأمين المناطق التي تم تطهيرها من ميليشيات الحوثي الإرهابية واستعدادا لتأمين مدينة الحديدة وميناءها الاستراتيجي الذي تستغله الميليشيات لممارسة أعمالها الإجرامية بحق اليمنيين وأيضا لمضاعفة ومفاقمة معاناتهم. وبذات العزم يمضي أبطال القوات الحكومية في الجبهات الأخرى لتطهير المناطق والجيوب التي لا تزال تختبئ فيها ميليشيات الحوثية، عاقدين العزم على تخليص الوطن من شرور هذه الفئة الباغية ومشروعها الطائفي الدخيل. في سبيل استعادة سيادة الدولة كاملة تبذل المقاومة المشتركة جهودا حثيثة وتمضي في جهوزيتها لتأمين كامل مدينة الحديدة وإعادة الأمن والاستقرار إليها وتطهيرها من ميليشيات الحوثي الإرهابية. بهمة عالية يمضي أبطال المقاومة المشتركة في عملياتهم البطولية نحو مدينة الحديدة لتأمين المدينة والميناء الذي باتت تستخدمه ميليشيات الحوثي الإرهابية في حربها العبثية التي تخوضها ضد الوطن والشعب وزادت من معاناة المواطنين بشكل كبير. الناطق باسم المقاومة المشتركة العقيد الركن صادق دويد أكد في تغريدة مقتضبة على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي تويتر أن عملية تحرير مدينة الحديدة أسندت إلى المقاومة المشتركة، وتتدفق تعزيزات المقاومة المشتركة المتمثلة في المقاومة الوطنية حراس الجمهورية وألوية العمالقة والتهامية إلى الحديدة استعدادا لتأمين كامل المدينة والميناء وتطهيرها من ميليشيات الحوثي الإرهابية التي عاثت في البلاد الفساد وبما يسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها وتأمين خط الملاحة الدولية. استعدادات المقاومة المشتركة هذه المرة يبدو أنها حازمة خصوصا بعد تأمين المناطق التي تم دحر الميليشيات منها وعمليات المسح والإزالة لآلاف الألغام والمتفجرات المموهة التي زرعتها الميليشيات على امتداد الساحل بهدف منع أبطال المقاومة من التقدم صوب المدينة والمواقع التي تختبئ فيها عناصر الميليشيات. قتلت ميليشيا الحوثي الإرهابية وجرحت 4 بقصف طال أحياء سكنية في مديرية التحيتة بمحافظة الحديدة. مصادر محلية أشارت إلى أن الميليشيا قصفت بقذائف الهاون أحياء سكنية جنوبي غرب التحيتة، ما أسفر عن استشهاد مواطن يدعى سلطان إسماعيل أكليب وإصابة شقيقه محمد إسماعيل أكليب وطفلتين هما خلود وعايدة يحيى موسى المحمدية. وأضافت أن فرق الإنقاذ التابعة للمقاومة المشتركة أسعفت الجرحى إلى المستشفى الميدانية في الخوخة. وفي صعدة يتقدم رجال القوات الحكومية في المحافظة واستعادة مناطق جديدة في مديرية باقم، وكبدت الميليشيات الإرهابية خسائر بشرية ومادية كبيرة في العدد والأرواح. يواصل أبطال القوات الحكومية عملياتهم البطولية في ملاحقة ميليشيات الحوثي الإرهابية بجبهة صعدة لتطهير كامل المناطق التي تختبئ فيها وتمارس أعمالها الإجرامية بحق المواطنين وخصوصا في مديرية باقم التي شهدت معارك شرسة تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة.
واستعدت القوات الحكومية مواقع استراتيجية كانت تتحصن فيها الميليشيات الإرهابية في المديرية الواقعة شمال غرب المحافظة، وسيطر أبطال القوات الحكومية على مرتفعات جديدة في سلسلة جبل العتيم غربي مركز المديرية. مصدر عسكري أكد أن الميليشيات الحوثي الكهنوتية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث سقط العشرات بين صريع وجريح، بينهم قناصون كانوا يختفون داخل خنادق صخرية وجروف جبلية في سلسلة جبل العتيم والسلسلة الجبلية الممتدة من جبل رمدان إلى أمام جبل الكوز. وتتقدم القوات الحكومية في مختلف الجبهات مع تنفيذ الفرق الهندسية أعمال المزح والإزالة للألقام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيات لإعاقة التقدم نحو مواقعها، لكن ذلك لم يثني الرجال عن القيام بواجبهم الوطني في إنهاء الفتنة وإفشال المشروع الطائفي الذي يراد له التمدد في المنطقة. وفي السياق ذاته اندلعت مواجهات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوث الإرهابية بمديرية المتون غربية محافظة الجوفة. مصدر عسكري أكد مصرع 5 من عناصر ميليشيا الحوث الإرهابية وجرح آخرون، فيما وقع عدد من العناصر الإرهابية في الأسر خلال المواجهات التي اندلعت عقب محاولة تسلل نفذتها تلك العناصر إلى مواقع القوات الحكومية. وينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا في صعدة والجوف عبد العالم دحلان. عبد العالم، ما آخر المستجدات لديك؟ نعم، كانت هناك تحركات ملفتة في محافظة الجوف. كانت ميليشيات الحوثي تحاول استعادة المواقع العسكرية، وكذلك مجمع المتون تحاول ميليشيات الحوثي الوصول إليه واستعادته، كون المجمع في موقع استراتيجي هام يطلع على مساحة شاسعة من المناطق المجاورة. إذا ما استطاعت الميليشيات الحوثية استعادة المجمع ستكون قد استقرت ناريا على المناطق الواسعة في المتون، لكن القوات الحكومية كانت في محاولة تصدي تام لهذا الهجوم التي قامت بها الميليشيات الحوثية. نعم. العديد من القتلى بمعدات عسكرية تدعم الميليشيات الحوثية مع أسرى مع عناصر من جماعات الحوثيين. مستعيات الجيش كذلك وصواريخ الكاكيشة كانت تواصل تصفها بشكل مستمر وتستهدف مواقع ضمن تجمعات الحوثيين في هذه المنطقة. أيضا كانت تتزامن هذه المعارك في غرب محافظة الجوفة أيضا مع تقدمات للواء العروبة في المراحيق استعادت مواقع واسعة أيضا، وكذلك مع التطويق الكامل لمركز مديرية باقمة في صعدة. هناك أيضا تحركات كبيرة وهناك استعدادات تامة التي لا تزال الآن تحاصر القوات الحكومية مجمع باقمة، تحاول جماعات الحوثي أيضا الهجوم في هذه المواقع. هناك أيضا مناوشات بين الفينة والأخرى تندلع في هذه الجبهة، جبهة مديرية باقمة. أيضا المراحيض تتقدم القوات الحكومية بمسافة واسعة، وحسب ما أكد لنا المصدر الإعلامي في اللواء العروبة أن القوات الحكومية تقدمت بمسافة شاسعة سيطرت عليها وتأمنتها بالكامل. أيضا الميليشيات الحوثي كانت منذ صباح اليوم تحاول أيضا عشان استعادة المواقع التي سقطت من أيديها، لكن كانت عجزة القوات الحكومية كبيرة وضخمة ما أعاقت تقدم الميليشيات الحوثية في هذه المناطق. المديرية الصعدة وكذلك الجنوب الغربية بشكل كبير جدا، وستشهد خلال الأيام المقبلة تحركات عسكرية مشتتة خاصة في محافظة الصعدة مقارنة بمحافظة الجوف. التحركات الأخيرة كانت سواء في مديرية طرف العنان أو كذلك في المتون في غرب محافظة الجوف. نعم، مراسلنا عبد العالم دحلان، شكرا جزيلا لك. إحصائية جديدة تظهر بالأرقام ما تم نزعه من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في المناطق التي سيطرت عليها بقوة السلاح قبل أن تولي الأدبار هربا من ضربات القوات المشتركة والقوات الحكومية في مختلف الجبهات. (تصفيق)
الألغام الحوثية كابوس يطارد اليمنيين ويدمر حاضرهم ومستقبلهم، ليتجلى بذلك حقيقة الميليشيات الإرهابية التي حولت اليمن إلى حقول للموت بألغامها المختلفة ذات الأصناف والأحجام المتعددة، والتي زرعتها في الطرقات والأحياء السكنية والمزارع والمدارس. الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة والقوات الحكومية أولت جل اهتمامها لتأمين المناطق التي تم تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية، حيث سارعت إلى نزع الألغام التي كانت تشكل حجر عثرة أمام عودة المواطنين إلى ديارهم، حيث أكدت إحصائيات أخيرة أن إجمالي ما تم انتزاعه خلال الأربعة أشهر الماضية يقدر بحوالي 16,000 لغم وعبوة ناسفة. إحصائيات حقوقية ودولية أكدت أن الميليشيات الحوثية زرعت أكثر من 1,000,000 لغم وعبوة ناسفة في القرى والمدارس والأماكن العامة، مؤكدة أنه تم انتزاع أكثر من 500,000 لغم من المناطق التي تم تحريرها. الميليشيات الحوثية عمدت إلى تحويل الألغام وإعادة تصنيعها من المضادة للعربات إلى فردية قد يصل حجم الغالبية منها إلى عشرات الكيلوجرامات، وتتنوع أشكالها حسب الطبيعة المزروعة فيها لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين، ما يظهر بجلاء مدى العدى الذي تكنه هذه الجماعة الإرهابية لليمنيين الذين يتوقون إلى الخلاص من هذه العصابة الإجرامية التي تعتقد أن بإمكانها الإفلات بجرائمها من العقاب. شباب في سن الزهور يفرون من مناطقهم إلى المجهول هربا من بطش ميليشيات الموت الحوثية التي سيطرت على مناطقهم بقوة السلاح وحولت مناطقهم إلى ثكنات عسكرية لها. العرش وقد رحم الشوارع. هذا الشاب ذنبه الوحيد أنه رفض ابتزاز جماعة الحوثي له، والذي يفوق ثمن بضاعته من الخضروات ليقاسي وأمه رحلة الهروب من مدينة الحديدة ليستقر به الحال في إحدى مدارس محافظة تعز كنازحين لا حول لهم ولا قوة. فرفضه الانصياع لعصابة الحوثي أدى لاعتقاله في سجن القلعة بالحديدة ليدفع مقابل خروجه كل ما يملك. أنا كنت واقف الرش أطلب الله بالخضرة الشارع، قال حوثا مسكون احنا، قال احنا ممنوع تفرشوا شيء منكم رخصه باليوم 5، احنا ما نقدر يعني نصرف البيت نعمل ايجار نعمل هذا، نقدر نكلم احنا، قال بزول حق العرش وقد رحب الشوارع خضار. احنا سكتنا بزين، احنا روحت البيت انا مكبود، اقول البيت حق مودها في الوالده، وانا خرجت لهم قالوا خلاص تعال انت نشتيك ضروري، بزول حبسونا عند الكورنيش عند خط الساحل، قالوا خليك هنا قاسينا لما تقول مريم تقصف عليك. صح كنا نبكي كل حاجه، بس الاكل يابس، الروتي الزبادي مفتوح، الماء التونه الماء على حبوب يشربوا، وغصبا عنك يضربناك ضرب ضربنا منه. بعد قبل مهند وابو تراب ذاك صاحبهم بزون احنا، وقال والد الله يخليه دفع 20,000 اللي كنا نشقي به، شلنا وخرجونا وزادها قمونا بقل لي الساعة 9 للبيت. تعمق الخطر من جديد على هذه الأسرة حينما جاء مسلحو الحوثي الإرهابية إلى منزلهم ليقتادوه للجبهة في صنعاء، فترجتهم الأم بأن يتمهلوا لتودع ابنها حتى الصباح لتتمكن بعدها من الإفلات والفرار منهم عبر أزقة المدينة متفادية نقاط التفتيش في رحلة خوف استمرت لأسبوع لينتهي بها المطاف إلى مدرسة للنازحين في تعز، والتي هي الأخرى تهددهم بإخراجهم إلى الشارع بسبب بدء العملية التعليمية. أقول حويثة دقدقوا الباب وأقول شلوا ابني، قلت لهم خلاص مهلتكم دحين للصباح، لما دهفوني لداخل قلت لهم خلاص مهلتكم دحين للصباح شخلوه يقلع عندكم. نحن بعدين خلاص سافرنا شلينا عفشنا، نحن مستأجرين بيت ما هيش بيتنا ولا ملكنا ولا شيء، شلينا العفش حقنا وخرجنا. اتحركنا بالفاجر مش يعني احنا صغار 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 لا كل 16، بعد مسكنا حق كل 16 قالوا حموا معكم، قلنا احنا بنروح لاخت اب
جلسنا نحب الطريق تفتيش حقهم هذا ومعهم جهاز نعم إذا معنا تفجيرات معنا ذا نطشوا الشمط الشوارع وعملوا كذا تراب حني بعد قدامنا كله قشط النار رفعوا تراب الشارع بكل 16 حفروا كذا تراب ومعهم خنادق متخبين داخله. بكاء الأم لا يتوقف للحال الذي وصلت إليه ولا ترجو سوى مسكن صغير يأويهما ويطوي صفحة مأساة عنوانها الاختطاف الإجرامي والترهيب للأسر الآمنة في مدينة الحديدة وباقي المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. وللعودة إلى خبر الألغام وللحديث أكثر حوله ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد مراد قاسم. سيادة العقيد، أرقام مهولة من الألغام والمتفجرات التي تزرعها الميليشيات الحوثي الإرهابية في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح، كيف تقرأ ذلك؟ مهولة، السلام عليكم ومرحبا بكم. وكان ملاحظة في البداية أن الرقم خلال 4 أشهر وليس 16,000 لغم إنما 21,000 لغم اللي يزرع في المناطق المحررة ما بين السخيفة ومناطق الحديدة المحررة مؤخرا. نعم. الآن بدل ينتشر الوعد بين المواطنين أشكال جديدة تخلف من ألغام أشكال خلامات أشغال أشكال أكسسوارات تلفونات أشكال حتى مواد غذائية. نعم. تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية التفنن في صناعة البوت وكذلك زراعة الألغام والمتفجرات بأشكال مبتكرة ومها في ظل صمت دولي مخيف ومخيب أيضا للآمال أمام هذا الإرهاب المتكرر والمنسي، لماذا برأيك؟ أنا برأيي أن بالنسبة للوعي الذي انتشر أكثر ما بين الجانب الإعلامي بين المواطنين في الإشارات الداخلية في وسائل الإعلام في أنواع الشبكة العنصرية ما بين المفسدة والإكثار في المجموعات نشر وعي بشكل قوي أن المجتمع الدولي يبدو أنه منشغل أو يغمر سنه أو تكمل السريعة. أنا ألاحظ الآن حتى البلاغات تعمل مع الجانب الحكومي تسيب أو تقصير تم إبلاغ أنه في كمية كبيرة دخلت شحنة وخزنت في إحدى المزارع في الحديدة لم يتم العمل معها بشكل إيجابي ووزعت في شقق أو في بعض الفنادق. نعم. عند الاقتراب من قدام قصر الحديدة أو قصر الحديدة أنا أذكر في سنة 94 أنا كنت في أمريكا كان في نظام عندهم لو في أي بلغ كانت تتعامل معه أو يعني عشرات تتعامل مع الجهة الأمنية المسؤولية إيش اللي حيصير؟ 50 دولار حق بنزين وبترول، لكن في المقابل كانت وراء البلاغ غير كاذب إنه يجنب البلاد مليارات الخسائر المادية والأرواح البشرية. نعم. العقيد مراد قاسم، شكرا جزيلا لك. النشرة مستمرة وتتابعون بعد الفاصل. إصرار فتاة هجرتها ميليشيات من منطقتها على مواصلة التعليم رغم ظروف الحرب والنزوح.
قوت امريكا والله ان هذا مجبر. فوزية، قصة فتاة أصرت على مواصلة تعليمها بعد أن أحرمتها الميليشيات الحوثية مع بقية أقرانها حينما احتلت مدرستهم وحولتها إلى ثكنة عسكرية لأتباعها في الحديدة وأجبرت السكان على ترك منازلهم في المدينة. فوزية عبد الله طالبة في الصف التاسع نزحت مع أسرتها من شارع التسعين القريب من ميناء الحديدة. التحقت بهذا الصرح مؤخراً لتواصل تعليمها الذي حرمت منه في مدرستها التي تمركزت فيها الميليشيات وأجبرت السكان على إخلاء المنازل ومغادرتها بعد أن ضيقت عليهم السبل ونشرت عناصرها وقناصيها في ذات المنطقة. توصل إحنا الشظايا والسوارق. نحن نعاني من ازدحام شديد بسبب النازحين، والنازحين من المنطقة نفسها، منطقة الخوخة، يعني من أبناء منطقة الخوخة كانوا نازحين خارج الخوخة والآن عادوا من نزوحهم إلى المنطقة، وكذلك النازحين من المديريات، من مديريات محافظة الحديدة. بعد أن أحرمتهم الميليشيات الحوثية من حقهم في التعليم، آلاف الطلاب بالمناطق المحررة عادوا لمواصلة تعليمهم في المدارس التي تم إعادة تأهيلها وترميمها من آثار الحرب. مجمع 22 مايو بالخوخة يشهد ازدحاما شديدا، حيث ارتفع عدد الطالبات من 1000 خلال الأعوام الماضية إلى ما يقارب 3000 طالبة خلال هذا العام، معظمهم من الأسر النازحة. السنة هذه الإقبال بشكل فظيع، ضغط خصوصا نازحات، نازحات من محافظة الحديدة، نازحين من حيس، من القراحي، القاح، الفازة، المغراس، يعني الضغط علينا الضغط شديد 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 شديد. القائمون على العمليات التعليمية اضطروا إلى فتح شعب إضافية تصل أحياناً إلى 4 شعب للفصل الواحد لاستيعاب الكثافة الطلابية، كما تم استخدام الاستراحة والحجرات الأخرى كفصول لاحتواء طالبات الصفوف الأولى، ما جعلهن يفترشن الأرض رغبة في التعلم. فتحنا الاستراحات، فتحنا القاعات، يعني شعبنا، بدل ما شعبتين فتحنا 4-5-6 شعب لكل فصل. أول 4، ثاني 4، ثالث 4، رابع، ثالثة ثانوي شعبتين، ثانية ثانوي شعبتين، يعني كل المراحل مشعبة. الآن أنا أتمنى من الجهات المختصة النظر للأثاث المدرسي والكراسي المزدوجة للطلاب والازدحام الحاصل والكثافة الموجودة على أساس توفير الأثاث المدرسي، الكراسي المزدوجة، إضافة بعض الفصول لبعض المدارس، كذلك من 4 مدارس تم نسفها كليا ونحتاج إلى بدائل لمعالجة النقص في الكادر التربوي. وتوازيا مع ارتفاع الأعداد الكبيرة للطالبات، تم الاستعانة بالمتطوعات التي يبذلن جهودا جبارة في بناء جيل المستقبل رغم كل الصعوبات. أتمنى إن شاء الله نلاقي معكم اهتمام في مجال التربية على الأقل، حتى يكون بمبلغ رمزي على الأقل كحافز إنه نكمل ندرس. من أول أنتوا تعلموا كيف الأوضاع الأيام والغلاء والظروف، يعني الأقل ترى حتى التعليم لازم يتحسن. لو إحنا لو أنتوا دعمتونا وحفزتونا بيكون التعليم، إحنا بنخرج أكثر وطلاب بيكون إن شاء الله ناجحين وأجيال ناجحة. أما إنه كده نواصل بدون مقابل بدون ده، كم بيكون الإنسان طاقته؟ كم بيدرس؟ إحنا نعاني الآن من الكتب، يعني إذا قبلوا إحنا كتاب تتقاسموا تنتين، يعني ما نقدرش نحول كده الكتاب، والمراجعة ما نقدرش نراجع، يعني ما يكون الكتاب واحد بس. والآن إحنا حتى الآن ما شاء الله واحدة معانا كتاب، نستعير حتى من قوار الصغار العيال يروحوا المدرسة. الجهود المبذولة لا تكفي وحدها، إذا ظل العجز عن توفير الكتاب المدرسي هو السائد والقاسم المشترك بين جميع طلاب الجمهورية. من محافظة الحديدة، شرف الشمري، اليمن اليوم. تبذل ميليشيات الكهنوت الحوثية قصر جهدها لنشر فكرها الضال والتأثير على معتقدات اليمنيين بالتخلص من العلم والتعليم وتفجير المدارس التي ينهل فيها الأطفال حب الوطن والذود عنه، إلا أن اليمنيين يصرون على إلحاق أبنائهم بالمدارس ليتعلموا ويسهموا في بناء اليمن كما هو الحال في هذه المدرسة بمديرية حيران. I'm
هذه الفصول الدراسية تكتظ بالتلاميذ والتلميذات نتيجة اقتحام ميليشيات الحوثي الإرهابية للمدارس، حيث لم تكتفي الميليشيات بالاقتحام بل أنها قامت بتفجير بعض المدارس لا سيما في مديرية حيران بمحافظة حجة. ففي الوقت الذي تدعي جماعة الموت الحوثية أنها دولة يفترض بها بناء وترميم المدارس، إلا أنها قامت بتفجير مدرسة كاملة الأركان وحولتها إلى حطام حقدا وانتقاما، وهو ما يثبت أنها جماعة إرهابية بكل المقاييس. هذه المدرسة والتي تم إنشاؤها من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية وعن طريق المجلس المحلي بالمديرية، والتي تحوي ما يزيد على 12 فصلا زائدا إدارة ومخزن للكتب، تم تفجير هذه المدرسة عن طريق الحوثيين، وقد قاموا بزراعة عبوات ناسفة في المدرسة ثم تفجيرها نهائيا. الآن هذه المدرسة كانت تضم ما يزيد عن 700 طالب وطالبة. المدرسة نفسها كانت قد خضعت لترميم من منظمة دولية لتستقبل الطلاب في العام الجديد بحلة أفضل، لكن الميليشيات الحوثية كانت أسرع في وضع بصمتها التدميرية. ارشيف المدرسة وبقايا لوحات سلمت من العبث الحوثي وبقيت كشاهد على المستوى التعليمي الذي كان في المدرسة، وهو مشهد يشابه حال الوطن بعد التدمير الممنهج لجماعة الموت الحوثية. أمامنا الطلاب الذين لو نظرت إلى صورهم لاتأمت مما هم فيه من مشاكل، ولو بينت لك صور وجوههم ما يعانونه من فقدان للأمل. هؤلاء الطلاب الذين هم جيل المستقبل، وكذلك المدرسون محرومون طول هذه الثلاث سنوات من رواتبهم، حيث نحن نعاني ونواصل، بل إن بعض الأحيان نذهب من بيوتنا مشيا وسيرا على أقدامنا إلى داخل تلك المدارس ونقوم بإداء الرسالة التي كلفنا بها. حرمت عصابات الحوثي المئات من طلاب هذه المدرسة، وهو ما جعلهم يتكدسون في بقايا فصول كانت مخصصة لعدد أقل. لكن الإرادة اليمنية الصلبة ستتغلب على الملشنة الحوثية، وسيعيد هؤلاء الأطفال اليمن إلى سابق عهده جمهوريا بدولة مؤسسات. ينضم إلينا مراسلنا في الحديدة عبد الوهاب نبران. عبد الوهاب، ما آخر المستجدات لديك؟ نعم، آخر المستجدات والله الناصر، تقدم مستمر للقوات المشتركة صوب مستشفى الثورة والمواضع الجنوبية لجامعة الحديدة، وهناك تقدم مستمر للأبطال وتطهير ما تبدأ من الكيلو 16. هناك مليارات يصفها الميليشيات، ميليشيات طهران الإرهابية، وتسليم بعض الميليشيات أنفسهم للقوات المشتركة أكثر من 30 أسير تم أسرهم من قبل الأبطال، وهناك عدد آخر قاموا بتسليم أنفسهم للقوات المشتركة المتقدمة التي اتجهت صوب مستشفى الثورة. هناك تقدم صوب منزل الزعيم زعيم الشهداء علي عبد الله صالح، وتقدم صوب جامعة الحديدة. هناك اقتراح جماعي لتلك الميليشيات وتقدم مستمر حتى هذه اللحظة، ووصول تعزيزات للأبطال لإسنادهم من حراس الجمهورية وإخواننا أمنيات العمالقة والناس العامة. هناك بشائر النصر ترفرف، وهناك ارتياح كبير من أبناء مدينة الحديدة بوصول طلائع القوات المشتركة صوب مستشفى الثورة وجامعة الحديدة من الجهة الجنوبية. معلومات مرتفعة وإصرار كبير لدى الأبطال لحماية ممتلكات المواطنين العامة والخاصة، ولسان حالهم يقول أتينا من أجلكم يا أبناء الحديدة لتخليصكم من هذه الميليشيات الكانونية الإجرامية القاتلة التي جثرت على صدوركم أكثر من 4 أعوام هجرة. نعم، مراسلنا في الحديدة عبد الوهاب نمران، شكرا جزيلا لك. ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية إلى مستويات قياسية، والفاو تعلن تراجع أسعار الغذاء العالمية. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الاقتصادي.
جولة اقتصادية جديدة، والبداية بالشأن المحلي، حيث أكد خبراء اقتصاديون أن حصول بعض المناطق اليمنية على المعونات الغذائية والتي تتمثل في غالبيتها بالحبوب من المتوقع أن يسهم في خفض كمية الاستيراد من هذه المادة الأساسية، مؤكدين أنها لا تكفي للحد من انهيار الأمن الغذائي في اليمن والتخفيف من معاناة أكثر من 14 مليون نسمة يتهددهم الجوع. وبحسب إحصائيات اقتصادية، فإن اليمنيين يستهلكون سنويا نحو 415 ألف طن من الأرز و673 ألف طن من السكر وحوالي 98 ألف طن من الحليب ومشتقاته و176 ألف طن من زيت الطعام، والتي تعد من المواد الغذائية الأساسية بعد القمح. كشفت دراسات اقتصادية عن أن هم ملايين اليمنيين بات هو الحصول على رغيف الخبز بعد تدهور أوضاعهم الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني. وتضاعفت أسعار السلع الأساسية خلال الشهرين الماضيين، حيث وصل سعر كيس القمح 50 كيلوغراما إلى 14 ألف ريال، وسعر كيس السكر بلغ 12 ألف ريال، وكيس الأرز البسمتي تجاوز سعره 27 ألف ريال، وطبق البيض إلى 1700 ريال، وجالون الزيت 20 لترا 10,000 ريال. إلى ذلك، تشهد أسعار الخضروات والفواكه ارتفاعا جنونيا، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد لكل من الطماطم والبطاطس 500 ريال، فيما بلغ سعر الكيلو الكوسة 700 ريال، والبصل 400 ريال، والباذنجان 500 ريال، والجزر 400 ريال، والخيار 900 ريال، بينما بلغ سعر الكيلو الموز 300 ريال، والتفاح 800 ريال، والبرتقال 500 ريال، والكيلو الليمون 1300 ريال. وتأتي هذه الأسعار الملتهبة في المواد الغذائية والأساسية في ظل انعدام مصادر الدخل وتراكم الديون وانقطاع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين. عبر صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء التكلفة الاقتصادية للأزمة الإنسانية والحرب في اليمن. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الصندوق غيري رايس في موجز صحفي حث فيه المجتمع الدولي على أن يكون مستعدا للمساعدة من أجل إعادة بناء اليمن مجددا وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأخرى. وقال إن ما يمكن أن يقوم به الصندوق في مناطق الاشتباكات داخل اليمن محدود، ولكننا على استعداد للعمل على ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وبناء القدرات المؤسسية وبدء النمو الاقتصادي مع انتهاء الحرب هناك. وأخيرا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تراجع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9% في أكتوبر، وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والزيوت. وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 163.5 خلال الشهر الماضي. وقالت الفاو إن من المتوقع وصول إنتاج الحبوب العالمي في الشهر الجاري إلى 2,600,000,000 طن بارتفاع نحو 10 ملايين طن عن التوقعات السابقة. نهاية النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. تعزيزات عسكرية متواصلة للمقاومة المشتركة نحو الحديدة استعدادا لتأمين المدينة بالكامل. القوات الحكومية تطهر عدة مواقع في صعدة ومصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيات في باقم. وخسائر فادحة تتكبدها ميليشيات الحوثي الإرهابية في المتون بمحافظة الجوف. شكراً لحسن المتابعة.